أحييكم من جديد. أكد تقرير بانوراما الاستثمار في الشرق الأوسط لعام 2012، وهو أحدث تقارير شركة إنسايد ديسكفري، أكد أن شركات الاستشارات المالية والمستثمرين الأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي باتوا أكثر تساهلا وتفاؤلا واستعدادا لتحمل المخاطر، وذلك رغم تعدد التحديات التي تواجههم مثل تذبذب الاقتصاد المحلي والعالمي والشكوك المحيطة بالتشريعات الإقليمية والأوضاع الجيوسياسية السائدة. نتحدث أكثر عما جاء في هذا التقرير برفقة ضيفي في استوديو البرنامج السيد رضا يزدي، وهو مدير مبيعات في مورنينغ ستار الإمارات. أحييك سيد رضا. الذي يفاجئ في التقرير هو قابلية تحمل الأشخاص والأفراد والمستثمرين لمخاطر يعلمون بمداها، وذلك في ظل ما يتوقعونه من نمو وخاصة في منطقة الخليج العربي. كيف تصف هذه الدراسة؟ هل يمكن تعميمها بنسبة عالية؟ لا يمكن أي شيء تعميمه، ولأن منطقة الخليج منطقة خاصة في حد ذاتها، وهناك إلى حد ما تجنب المخاطرة، وذلك بسبب الربيع العربي خلال عام 2011، والتي لا تزال أثاره مستمرة. وعلينا أن نركز أيضا أن المستثمرين والمستشارين أيضا لا يزالون يستثمرون في هذه السوق، وذلك من خلال الصناديق العالمية. لكن لا أقول أن تجنب المخاطرة شيء إلى حد ما يمكن أن نأخذه في الاعتبار بطريقة كبيرة. دعنا نتوقف على ما جاء من إحصائية في هذا التقرير، والذي شمل أكبر عدد ممكن من شركات الاستثمار والاستشارات المالية في المنطقة. 60% ممن تم وضعهم تحت هذا الاستبيان كان لديهم الرغبة كما يتضح، ولكن للاستثمار أو التعامل بشكل واضح في صناديق أسهم شركات الأسواق الصاعدة، واعتبروا أنه أسهم شركات الذهب والسلع الأساسية والشركات العقارية المدرجة للتداول هي أفضل فئات الأصول البديلة. لقد شاهدت نفس التصريح، وعلي أن أقوم بالتعليق وأقول من بعيد أن علينا أن نتحدث عن تخصيص الأصول وأيضا تجنب المخاطرة، والمستثمرين أيضا في أصل واحد وفي الأسواق إلى حد ما، والذين ينكشفون على هذه السوق. ولكن بحسب معرفتي أقول أنه من الأفضل أن يكون هناك تخصيص للأصول بطريقة أكثر عمومية. واليوم في أوروبا والولايات المتحدة لديهم عوائد جيدة، وأيضا لا يوجد أرباح مباشرة وسريعة، ولكن بالنظر إلى النواحي العامة وبصفة عامة وعلى المدى الطويل نرى أن هناك بعض الاستمرار. وأعتقد أن لا ينبغي الاستثمار فقط في الدول الناشئة، ولكن ينبغي التنويع. نعم، ربط في هذا التقرير كما يبدو بين شهية المخاطرة وشهية الاستثمار في المنطقة، وبين نسبة من ينتمون ويطالبون بدفع أقساط هذه المرة لشركات تأمين على الحياة، ارتفعت النسبة إلى 60%. لماذا هنالك ربط بين الرغبة في التأمين على الحياة والدخول في هذه الشركات التأمين ومعدلات النمو المتصاعدة في المنطقة؟ هل تعنين أن هناك مزيد من المستشارين الذين يرغبون في الاستثمار في شركات التأمين على الحياة؟ لماذا ارتفعت النسبة لمن يرغبون فعلا بالدخول على التأمين على الحياة؟ لأن في هذه الشركات فإن هناك شعور في هذه المنطقة، لا سيما في دولة الإمارات، أن هناك انكشاف على الصناديق التي تعد أكبر بطريقة أساسية، فهناك إلى حد ما بعض التراجع في المستشارين والعملاء الذين يختارون، حيث لا ينبغي أن يكون لديهم بعض الانكشاف الأكبر. بدلا من أن يكون هناك مدير أصول واحد، فهناك بعض المدراء، والانكشاف على مزيد من الشركات، وأيضا
وهذا بالطبع ما يعد تخصيصا أفضل بطريقة أساسية. جاء كذلك في التقرير بأن فرص الاستثمار ضمن إمكانية شريحة تأمين التكافل العائلي تأتي أقل، ويفضلون التأمين على الحياة أكثر منها، مع أنه كثير من التقارير والخبراء يقولون أن فرص التأمين التكافلي جيدة في المنطقة ولربما ستشهد إقبال واضح عليها.